نروح ناخد اتصال. عرفات من مصر معانا، اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا، برايك مرتين على المشاكل اللي بيعاني بيها المواطن لما بتتقطع الكهرباء في بيته يا استاذ عرفات؟ ببشرك بس الاول بميناء بورسعيد طلع العاشر عالميا يا استاذ احمد من 352 ميناء على مستوى العالم. يا استاذ عرفات، يا سيد، يا محترم، يا فاضل، يا مبجل، ما هي المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري لما بتقطع عليه الكهرباء بناء على الجدول اللي منزلاه وزارة الكهرباء مش اللي أنا عامله؟ تفضل يا فندم لو عندك إجابة. مش عايز تسمع، مش تسمع أفرحنا وأطرحنا ولا أطرحنا والله يا فندم أنا عايز أسمع. يمكن ما فيش مشاكل بتحصل لما الكهرباء بتطلع تقطع، يمكن المواطنين بينزلوا يحتفلوا ويعملوا كيكة ويعملوا شمع ويقولوا هابي بيرثداي تو يو وبيحتفلوا بالقطع الكهرباء. اسمع منك. بلدك الوحيدة على مستوى العالم يا استاذ احمد تقدمت 6 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة. يا ريت كده يكون حد عارف بس التنمية المستدامة يعني ايه. بس دي طبعا تسرك ما تزعلكش. بالنسبة للاستاذة اللي هي في السويس دي، حضرتك اللي اتحبست، هي اتحبست ليه يا استاذ احمد؟ قول لنا انت ليه. لانها كاذبه يا استاذ احمد. لانها كاذبه. هي مصر بتصدر غاز لاسرائيل يا استاذ احمد؟ لا احنا بنستورد بصراحه. مش كده ولا ايه؟ كنت اتكلمت على الحلقه دي كام سنه كده ومصر بتستورد من اسرائيل وبنجيب 60 مليار قدم يا استاذ احمد ب 15 مليار دولار يا استاذ احمد، يعني القدم واقف بربع دولار يا استاذ احمد. مش دي التوتال النهائي يا استاذ احمد؟ هي دي لو بنتك يا حاج عرفات. لو علا. نعم. لو علا اللي قدامنا قدام الناس على الشاشه دلوقتي، لو علا دي بنتك هتطلع تقول اصلها كاذبه فيحبسوها؟ اصل ربنا اللي قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يا استاذ عرفات ما تستخدمش كلام ربنا في ده. لما تحب تطبل يا استاذ عرفات ابعد. كلام ربنا كلام ربنا مقدس وعظيم، ما ينفعش تستخدمه كده يا استاذ عرفات. عيب والله العظيم عيب. الراجل اللي قبل مني، الراجل اللي قبل مني لما قعد يلوش في القرآن وما هوش عارف بيقول ايه كان حلو على قلبك يا استاذ احمد؟ لا اله الا الله. يلوش في القرآن يعني انت برضو التعالي بالعلم. طيب الآية اللي قدام حضرتك دي يا استاذ عرفات، كان بيتهيأ لي الآية اللي قدام حضرتك دي في السجن ليه يا استاذ عرفات؟ خليني اروح معاك انا المره. والله انا قدامي الاستاذ عزه مصطفى فمش عارف مين اللي على الشاشه عند حضرتك. طيب روح اتفرج على عزه مصطفى واعمل معاه مداخله وقول اللي انت عايزه هناك. متشكرين لحضرتك، اهلا بيك. اللي بعد كده مين؟ الناس ما بتتكسفش، الناس ما بتتكسفش. علي من مصر معانا، اهلا بيك يا علي. بيقول لك اصل هي محبوسه علشان بتكذب. طب ما السيسي مطلع عين اهالينا كل يوم 100,000 كذبه. كذبه خسرت مصر ايه؟ ما السيسي بيكذب ومضيعنا ومبيعنا الجلد والسقط يا راجل زي ما بيقول.